فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطبت امرأة للزواج ووعدتها وأهلها أن أتزوجها، ولكن اكتشفت بأنها يقول ليست من قبيلة معينة، فهل يجوز لي أن أتراجع عن الزواج بها؟ نعم، يجوز لك تراجع عن الزواج ما دام لم تعقد عليه، لا بأس أن تتراجع لأي مانع أو لأي سبب، لا ما في مانع، أنت على سعة الآن. نعم، وهي يرضيها الله وأنت يرضيك. نعم.